بوزون هيجز، كيف تكتشف جسيما؟ تخيل أنك تريد اكتشاف جسيم. أنت بحاجة أولا إلى مهلا، هل قلت للتو أنك تخطط لاكتشاف جسيم؟ كيف يعد ذلك اكتشافا إذن؟ ألا يشبه هذا الأمر اكتشاف الأوروبيين لقارات يعيش فيها ملايين الأشخاص بالفعل؟ أعني ليس هذا اكتشافا، إنما هو أشبه بالتأكد من حقائق بطريقة علمية. بالضبط، هذا الإيضاح يحتاج إلى شكر. وتحريا للصدق، ينبغي أن نقول إن النموذج الرياضي لبوزون هيجز اكتشف في ستينيات القرن العشرين، لكن الجسيم نفسه لم يتأكد وجوده حتى عام 2012. في الواقع، إن بوزون هيجز ليس أول جسيم جديد يكتشف في مصادم الهادرونات الكبير، فقد اكتشف جسيم XIB بالفعل قبله بعدة أشهر، وهو يشبه النيترون لكنه أثقل وزنا منه. ربما لم تسمع الكثير عن جسيم XIB لأنه ليس سوى مزيج من الكواركات التي نعرف أنها موجودة بالفعل، لذا لا يعد اكتشافه أمرا مثيرا للغاية. أعني أنك إذا كنت تعرف مذاق الجبن وتعرف مذاق البسكويت، فإن مزيج الجبن والبسكويت، ومع أن طعمه قد يكون لذيذاً، ليس من المرجح أن يغير حياتك تغييراً كبيراً. غير أن النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات يتنبأ أيضاً بشيء أبعد من مسألة الجبن والبسكويت، وهو أنه من بين عدد هائل من التصادمات يجب أن ينتج أحدها تقريباً بوزون هيجز واحد. هذا البوزون يتحلل بعد ذلك إلى أشياء عادية مثل الإلكترونات والفوتونات، وهي الجسيمات ذاتها التي تلتقطها أجهزة الكشف طوال الوقت. وهذا الصراع بين الفرصة الضئيلة جداً في أن ينتج أحد التصادمات جسيماً يشبه بوزون هيجز وبين كفة التصادمات الأخرى الهائلة التي تنتج جسيمات مماثلة، هو أحد أسباب حاجتنا إلى جهاز ضخم كمصادم الهادرونات الكبير. احتوت مجموعة الجسيمات السابقة من حيث المبدأ على قدر كاف من الطاقة لإنتاج بوزونات هيجز، لكنها لم تستطع فعليا توليد القدر الكافي من التصادمات لضمان أن ما نشاهده بالفعل هو بوزون هيجز وليس مجرد مجموعة متنوعة من الجسيمات التي تبدو بالمصادفة كبوزون هيجز. يشبه الأمر نوعا ما محاولة معرفة هل حجر نرد مؤلف من 20 وجها مزيف أم لا؟ ربما تشك في أنه عند إلقاء هذا الحجر يكون احتمال ظهور الرقم 3 ضعف احتمال ظهور أي من الأرقام الأخرى، ولكن كيف يمكنك التحقق من ذلك؟ يبدو هذا أمرا في غاية السهولة، فقط ألقي حجر النرد عدة مرات وإذا تكرر ظهور الرقم 3 أكثر فإن النرد مزيف، أليس كذلك؟ ولكن لا تتسرع في الاستنتاج هكذا. على سبيل المثال، إذا ألقيت النرد 10 مرات فإن هناك احتمالا كبيرا أنك لن تحصل على الرقم 3 على الإطلاق. هذا لأنه حتى لو أن احتمال ظهور الرقم 3 يساوي ضعف احتمال ظهور الأرقام الأخرى، فإنه لا يزال يوجد الكثير من الأرقام الأخرى التي يمكن أن تظهر. إذن الفرصة العشوائية والأعداد الكبيرة يمكن أن تكون خادعة. حتى لو ألقيت النرد 100 مرة وظهر الرقم 3 أكثر من غيره، فلا يزال حدوث ذلك متوقعاً مع نرد سليم مرة واحدة مع كل 50 مرة. إذن إلى أي مدى تستطيع التأكيد على أن لديك بالفعل دليلاً على وجود جسيم إذا كان هناك احتمال 1 إلى 50 بالحصول على هذه النتائج من مجرد تقلبات عشوائية حتى وإن لم يكن الجسيم موجوداً في الواقع؟ ماذا لو كان الحصول على هذه النتائج يساوي الفوز بجائزة نوبل؟ إلى أي مدى ترغب في أن تكون درجة تأكدك؟ باحتمال 1 من 1000 أم 1 من 10 آلاف؟ في الواقع، إن علماء الفيزياء أشد صرامة من ذلك. فعندما نقول إننا اكتشفنا جسيماً، فهذا لأنه إذا لم يكن الجسيم موجوداً في الأساس، فسيكون احتمال الحصول على النتائج التي نحصل عليها أقل من 1 في المليون. إذن إذا كنت تريد أن تقنع عالماً في فيزياء الجسيمات بأنك اكتشفت نرداً مزيفاً، فإنك بحاجة إلى إلقاء النرد 550 مرة لإقناعه، وهذا فقط للتحقق من أن حجر النرد الذي له 20 وجها مزيف أم غير مزيف.
يوجد ما يزيد كثيراً عن 20 نتيجة محتملة لتصادم الجسيمات ذات الطاقة العالية. ولذا من أجل أن تكون واثقاً من وجود جسيم جديد في مصادم الهدرونات الكبير، فإنك تحتاج إلى 600 مليون تصادم تقريباً في كل ثانية ولمدة عامين. وقتها فقط يمكن الاحتفال والإعلان عن أنك اكتشفت، أعني نجحت في التأكد من حقيقة بطريقة علمية.